الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع الجزء الثالث من مشكلة الارتباط الذاتي، أو ما يسمى autocorrelation أو serial correlation. قدمت في المقطعين السابقين، المقطع الأول قدمت فيه بعض الأفكار البسيطة عن عما يسمى مشكلة الارتباط الذاتي، وفي المقطع الثاني كانت الأفكار أكثر تقدما وتعقيدا. في هذا المقطع أقترح طريقتين فقط لعلاج مشكلة الارتباط الذاتي، الأولى بسيطة والثانية تحتاج إلى بعض الحسابات، وإن شاء الله في المقاطع اللاحقة الرابع والخامس وهكذا نعالج المشكلة بطرق أخرى متقدمة، وعلى بركة الله نبدأ. الآن قدمنا في المقطع السابق كما ذكرت طريقة الكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي وحساب إحصائي دوربن واتسون. في هذا المقطع أقدم طرق معالجة مشكلة الارتباط الذاتي أو ما يسمى الارتباط المتسلسل. هناك عدة طرق يلجأ الباحثون إلى إحداها أو تجريب أكثر من طريقة للتأكد من معالجة المشكلة بطريقة ناجعة. أول قضية طرحتها في المقطع السابق اللي هو المقطع الثاني، معالجة النموذج الرياضي المستخدم في تحليل الظاهرة من التشوه الممكن، إذا لم يكن هذا النموذج الرياضي مناسبا للظاهرة نفسها قد يؤدي إلى مشكلة ثبات ذاتي. طبعا تحت عنوان سميناه هكذا يسمى في أدبية الاقتصاد القياسي سوء توصيف النموذج الرياضي أو مس سبيسيفيكيشن، هذا مس سبيسيفيكيشن أو سوء توصيف النموذج الرياضي قد يؤدي إلى وجود ثبات ذاتي بين الواقعين، إما من خلال التوصيف غير المناسب للنموذج القياسي الرياضي أو من خلال حذف متغير مناسب، لأن عدم صلاحية النموذج يشوه النتائج التي يصل إليها الباحث، وبناء على ذلك يستوجب التأكد من صلاحية النموذج المستخدم في البحث. اثنين، الآن هذه الطريقة التي سأقدم في هذا المقطع، إذا كانت قيمة معامل ارتباط البواقي، معامل ارتباط بين البواقي طبعا روهات، هذا الرمز هو معامل ارتباط البواقي، إذا كانت قيمته معروفة وبافتراض أن العلاقة y sub t تساوي a زائد b في x sub t زائد epsilon sub t، إذا كانت هذه صالحة أي معنى آخر صالحة في الزمن t، فإنها تكون في الصالحة صالحة في الزمن t sub اللي هي t ناقص واحد، أي في الفترة السابقة والسابقة وهكذا، وربما مش وليس ربما يعني بالتأكيد ستكون صالحة في الزمن t زائد واحد t زائد اثنين وهكذا. فإذا الآن إذا كانت قيمة رو هذه معامل ارتباط بواقي معروفة بافتراض أن هذه العلاقة صالحة في الفترة T، فإنها تكون صالحة في الفترة T سالب واحد، أي أن Y sub T سالب واحد تساوي A زائد B في X sub T ناقص واحد زائد إبسلون sub T ناقص واحد. من ذلك يمكن حل المشكلة من خلال تحويل البيانات، الآن transformation نسميها هاي للداتا، تحويل بيانات متاحة للتقدير كما يلي، بفرض أن الدالة التي نتعامل معها هي، إذا كانت الدالة التي نتعامل معها من الشكل التالي y sub t تساوي a زائد b في x sub t زائد epsilon sub t، فإنها تكون صالحة كما ذكرنا هنا في الفترة السابقة t سالب واحد، أي بمعنى آخر y sub t ناقص واحد تساوي a زائد b في x sub t ناقص واحد زائد epsilon sub t ناقص واحد. نتابع. بضرب طرفي الدالة، هذه الدالة اللي هي الفترة السابقة y sub t ناقص 1 تساوي a زائد b في x sub t ناقص 1 زائد epsilon sub t ناقص 1، إذا ضربناها بمعامل ارتباط رو نحصل على ما يلي، لأن الآن رو دخلت على كل القيم، فإذا تصبح كما يلي رو في y sub t ناقص 1 تساوي رو a هذه الآن زائد رو في b x sub t ناقص 1 زائد رو في الإبسلون صب تي ناقص واحد. الآن نقوم بطرح، نطرح هذه الدالة من القيمة الأصلية هذه الدالة، وبالتالي بطرح هذه الدالة رو واي صب تي ناقص واحد تساوي رو اي زائد رو بي اكس صب تي ناقص واحد زائد رو في إبسلون صب تي ناقص واحد، نطرحها من واي صب تي زائد اي زائد تساوي عفوا اي زائد بي x sub t زائد epsilon sub t، نحصل على ما يلي الآن،
لاحظوا لي هذه القيمة مطروح منها هذه القيمة، وهذه القيمة كلياتها هنا مطروح منها هذه القيمة، بنحصل على ما يلي الآن y سب t سالب رو في y سب t ناقص 1 تساوي a في 1 ناقص رو أخذنا عن مشترك زائد b في x سب t ناقص رو في x سب t ناقص 1 زائد الآن داخل القوس أخيرا epsilon سب t سالب رو في epsilon سب t ناقص 1، حيث طبعا يمكن كتابتها الآن هذه الآن تلت هاي تلتا y سب t تساوي تلتا a زائد b في تلتا x سب t زائد vt، حيث الآن هذه التعريفات تلتا y سب t تساوي y سب t سالب رو في y سب t كما ذكرناها هنا. إذن تعريف تلتا سب t هذه القيمة، وعندنا الآن تلتا a تساوي a في 1 ناقص رو، وتلتا x سب t تساوي xt اللي هي x سب t ناقص رو في x سب t ناقص 1، وأخيرا vt هذه ال vt تساوي الإبسلون، طبعا هنا هذه إبسلون سب t ناقص رو في إبسلون سب t ناقص 1. نتابع مثال معالجة ارتباط الذات. لدينا البيانات الآتي عن متغيرين y سب t و x سب t، هذه الآن x سب t 1 2 3 4 وهكذا حتى تنتهي بال 16، y سب t 1 4 9 ونص 17 وهكذا تنتهي 253. قمنا بتقدير معلومات دالة من الشكل الآتي، الآن y سب t تساوي a زائد b في x سب t زائد epsilon سب t. باستخدام الحسابات المرفقة حصلنا على النتائج التالية، هذه طبعا حسابات هذه y طبعا y هات المقدرة سب t تساوي سالب 50.225 زائد 16.90515 في t. لكن المشكلة هنا النظر، لو دققنا بالبواقي، هذه البواقي يعني y سب t مطروح منها y سب t هات هذه، نحصل على هذه البواقي. لاحظوا لي الآن الشكل، البواقي موجب 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 ثم سالب 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 ثم موجب وهكذا، ما يعني بأن على الأقل من النظر نستكشف بأن هناك مشكلة اسمها مشكلة الارتباط الذاتي. نتابع الآن. تم حساب معامل ارتباط بين الأخطار العشوائية كما في الجدول، هذه الآن الأخطار العشوائية، هذه في الفترة T، هذه في الفترة T سالب 1 اللي هي يعني طبعا الفترة السابقة، كانت قيمة معامل ارتباط رو هات تساوي فاصلة 85.73.57، ما يعني بأن إحصائية دوب الواسن تكون كما يلي، الآن دي حسب يعني قدمناها في المقطع الثاني، هاي قيمة دي اللي هي دوب الواسن ستاتستيك، إحصائية دوب الواسن تساوي 2 تقريبا في 1 سالب برو هات، وتساوي 2 في 1 سالب قيمة الرو هذه هي، إذا تساوي الآن هذه قيمة إحصائية دوب الواسن. نقارنها الآن مقابل 16 أن لحجم العينة 16، هذه طبعا ارجعوا لي بعد اذنكم هنا الان، هذه الان 1 2 3 4 الى 16، فعندي 16 مشاهده، وبالتالي الان حسبنا فكانت الان قيمه احصائيه دوب الماسون فاصل 28.52.86. من جدول القيم الدنيا والعليا لاحصائيه دوب الماسون نجد بان اذا كانت دي بين القيمه العليا وصفر، وهي فعلا هذه قيمة دي أقل من 1.1 قيمة العليا وهذا صفر، ما يعني أن هناك ارتباطا ذاتيا موجب القيمة بين الأقطاع العشوائية. مقدار هذا الارتباط الذاتي كما ذكرنا هو روها تساوي 0.85.73.57. سنستخدم هذه القيمة في حل المشكلة الآن. من أجل حل المشكلة الارتباط الذاتي نقوم بتحويل البيانات كما في الجدول الآتي حسب شكل الاقتران الآتي، هذا الآن الاقتران الذي ذكرته قبل قليل y سب t سالب رو في y سب t ناقص 1 تساوي a في 1 ناقص رو زائد b في مضروب طبعا داخل القوس x سب t سالب رو في x سب t ناقص 1 زائد طبعا هنا الإبسلون، هذا المقصود في الإبسلون e سب t سالب رو في الإبسلون سب t ناقص 1، أوكي حسب هذه الدالة. إذن يعني نقوم بطرح القيم هذه من بعضها البعض ك
كما يأتي البيانات الأصيلة والمحولة حسب هذه الدالة. هذه البيانات الأصيلة 1 2 3 إلى 16، هذه 1 4 9 ونص 17 إلى 253. القيمة الأولى حتى لا نخسر القيمة الأولى من هنا، لأنه عندي سالب يعني x سب t ناقص 1 وy سب t ناقص 1، بدل ما نخسرها نضرب قيمة المتغير الأول، وقيمة المتغير الأول هنا المستقل والتابع بالمعامل هذا، الجذر التربيعي اللي 1 ناقص رو تربيع، وهذا y، طبعا هذه x1، هذه في الجذر التربيعي اللي 1 ناقص رو تربيع، وهذه y sub 1 اللي هي 1، سبحان الله ثنتين يعني متشابهات، تساوي بالحالة هاي 2.5 51.47 2 51.47 2 فاصلة. والبقية الآن هذه إذا بتلاحظوا عبارة عن x sub t مطروحة من x t السابقة لكنها مضروبة برو، وكذلك الأمر هذه y sub t مطروحة من رو في y sub t ناقص 1، وهكذا البقية حتى نحصل على بقية القيم. فنقدر الآن، نقوم بريجريشن، انحدار هذه القيم على هذه القيم. اوكي، هاي البيانات الفعلية، البيانات الفعلية هاي من x sub t y sub t، هنا x وهنا y، هاي القيم الفعلية. الآن ما هي النتيجة التي حصلنا عليها؟ كانت النتيجة كما يلي: y تلتا y sub t تساوي سالب 25.6070 زائد 25.7252 في تلتا sub x sub t. هذه طبعا تذكروا انها هذه بتختلف، تساوي y sub t سالب رو في y sub t ناقص 1، وهذه تساوي x sub t سالب رو في x sub t ناقص 1، حيث أذكركم y تلتا طبعا تلتا y sub t تساوي y الأصلية t سالب رو في القيمة السابقة ل y t، و a كذلك الأمر، و x sub t هنا كذلك الأمر. وبالتالي هذه نتيجة التقدير. الآن الدالة المقدر معلوماتها هي الخط البني السميك هذا، أما البيانات الفعلية هذه البيانات أرجو الرجوع إليها، هذه البيانات بعد تحويلها حصلنا على القيمة الآن التالية هنا اللي هي بالمنحنى الأزرق هذا المتعرج، هاي القيم الفعلية. الآن نتابع، يمكن توظيف النتائج والتعويض عن قيمة معامل ارتباط الحصول على ما يلي. الآن تلتا A تساوي A في 1 ناقص رو، ما يعني الآن تلتا A تساوي A في 1 ناقص رو هات تساوي سالب 25، لأن هذه تساوي سالب 25، بما أنه رو هات معروف قيمتها، الآن نعوض، فبتكون A تلتا A تساوي A هات في 1 ناقص قيمة المعامل ارتباط فاصلة 75.7757، إذا تساوي طبعا 25.670، ما يعني بأن A هات الفعلية تساوي سالب 179.5118. ويمكن الآن توظيف كل هذه القيم للرجوع إلى الصيغة الأصلية. المقطع القادم سيكون بإذن الله تعالى حول مسائل متقدمة في ارتباط الذات وطرق أخرى في المعالجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله.